الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، خصنا بأفضل كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يعيش شبابنا في هذه السنوات الأخيرة نوعا من الحيرة أحيانا إذا لم يكونوا محصنين بالثقافة الشرعية الصحيحة، بل ويصل بهم الحال أحيانا إلى التشكك في بعض القضايا أو التشكيك في بعض القضايا التي تعتبر من المسلمات في شريعة الإسلام. وهذا ما نلحظه من خلال النقاشات التي تقع، أو من خلال التعليقات التي يعلق بها الشباب على مواقع الانترنت، حيث تجد كثيرا من الشباب حائرا بين دينه الذي ورثه من أبويه والذي يؤمن به والذي يريد أن يدافع عنه، وبين هذا الموج المتلاطم من الدعاوى التي تأتيه يمينا وشمالا من المنحرفين أخلاقيا والذين يدعون إلى الانحلال والميوعة، أو من المنحلين أيضا فكريا والذين يدعون إلى الردة والكفر بالإسلام، أو بين هؤلاء وهؤلاء. لذلك مساكين شباب عصرنا مساكين حقيقة، لأنهم يجدون أنفسهم بين هذا الموج المتلاطم، ولكن للأسف هو غير متكافئ. لو كان للإنسان عقيدة صحيحة، لو كانت هنالك ثقافة إسلامية صحيحة في المنابر الإعلامية، في التلفزيون خاصة، وفي التلفزيون الذي يمول من جيوب المسلمين خاصة، لو كانت هنالك ثقافة إسلامية صحيحة تبث، فإن بإمكانها أن تواجه سهام المغرضين وأن تواجه آراء المنحرفين. لكن مشكلة شبابنا اليوم أنهم يتلقفون كما هائلا من الشبهات وكما هائلا من الشهوات، ولا يقابل ذلك جهد كبير في مجال التحصين الإيماني والتحصين المعرفي والتحصين الثقافي الإسلامي. وصدق الشاعر العربي القديم
حين عبر عن هذه الحقيقة قائلا: ولو ألف بان خلفه هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم. لو ألف بان، ألف من البنائين، كل منهم يجتهد في أن يضع الطوب في الجدار، وخلفهم واحد يهدم بيده معول، فإن باستطاعته أن يهدم كل ما بنوا. فكيف إذا كان العكس؟ كيف ببان خلفه ألف هادم؟ كيف بالشباب وهم يحضرون فقط خطبة الجمعة مرة في الأسبوع قد لا تتجاوز النصف ساعة؟ كيف بهم يقاومون معاول الهدم التي تشتغل على مدار الساعة وتتلقفهم في كل مكان وفي كل زمان، في الشارع، في الحرم الجامعي، في الكلية، في القنوات الإعلامية، وعلى المواقع، وفي كل الاتجاهات يجدون أمامهم معاول الهدم، فكيف سيقاومون؟ يحتاج شبابنا اليوم إلى جرعات زائدة. عندما تتفشى الأمراض، عندما تنتشر الأوبئة، فإن الأطباء ينصحون بزيادة الجرعات الواقية من هذه الأمراض. أيضا في مجال العقائد وفي مجال الثقافة، عندما كانت الأمة لا تعرف منفذا للمعرفة إلا من المساجد أو من الذين لديهم شيء من المعرفة، كانت الجرعة الإيمانية كافية على قلتها. لكن الآن انفتحت المجالات وصار الناس يتلقون كل شيء من كل شيء، لذلك يحتاج شبابنا حقيقة إلى أن يرجعوا إلى بيوت الله، إلى أن يرجعوا إلى علمائهم وإلى فقهائهم وإلى مرشديهم، من أجل التوجيه ومن أجل أخذ الحقنة الكافية من الإيمان، من أجل مقاومة هذا المد الإلحادي الذي يريد الآن أن يطغى على العالم كله. ومع ذلك تكشف الأيام يوما بعد يوم عن أن هذا الاتجاه الإلحادي الذي يريد للناس أن يتركوا دينهم أو أن يجمدوه في المساجد وأن يجعلوه علاقة روحية بين العبد وربه دون أن يكون له تأثير على الواقع، هذا الاتجاه يجد انحسارا، يجد توقفا، بحيث لا يستطيع أن يستمر، وخاصة في أمة الإسلام. ممكن أن يستمر وأن ينجح في بعض المجتمعات التي لديها دين ضعيف لا يستطيع المقاومة، دين أرضي أو حتى دين سماوي، ولكنه حرف ولم تعد له قداسته ولا نظافته، يمكن أن ينجح الاتجاه الإلحادي في هذه البيئات. أما في البيئة الإسلامية فإن هذا الإسلام بذاته فيه مناعة، الإسلام بذاته فيه مناعة تدفع عنه، ليس لدفع أصحابه عنه، فأصحاب الإسلام للأسف أضعف من يدافع عن هذا الإسلام. لكن هذا الإسلام ركب الله عز وجل فيه من دوافع المنعة ومن دوافع القوة ما يجعله يدافع عن نفسه. وتذكرت عندما طرح بعض الشباب في هذا المسجد بعض التساؤلات، ولذلك عقدت هذه الخطبة من أجل هذا الموضوع، يطرحون بعض التساؤلات من تشكيكات بعض الملحدين أو بعض الجهلة ممن يعتقدون أنهم مسلمون أو مفكرون إسلاميون. فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن مأخذ العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يحمل هذا العلم، يقصد به الدين والشريعة وفهم الكتاب وفهم السنة، لأن شبابنا الآن يدخلون المواقع ولا يميزون بين شخص وشخص، لا يميزون بين فقيه وبين داعية، وفرق كبير. لابد أن تميزوا أيها الشباب، لدينا فقهاء وهم الذين درسوا الشريعة ودرسوا كتب الفقه ودرسوا الكتاب والسنة وطرق الاستنباط للأحكام الشرعية، ولدينا دعاة
يدعون إلى الله ويجتهدون في إيصال الناس إلى الله، لكنهم للأسف يخطئون أحيانا، وأخطاؤهم تكون بقدر أحجامهم عندما يتحدثون في الحلال والحرام. قديما ألف أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله، لاحظوا هذه القضية ليست جديدة، وسأعود للحديث النبوي الشريف لإكماله. أبو حامد الغزالي ألف كتابا قال سماه إلجام العوام عن الخوض في الحلال والحرام. إلجام أي ينبغي إلجام بعض الناس أو أن يلزموا أنفسهم، إذا استحيا المجتمع أن يلجم هؤلاء، وإذا لم يجد المصلحة في أن يلجمهم فحقهم أن يلجموا أنفسهم. إذا كنت تحترم نفسك فتحدث فيما تحسن، إذا كنت تحترم نفسك لا تنتظر من الناس أن يقولوا لك اسكت، وإنما من الأدب ألا تتحدث إلا بما تعرف. كنت فقيها تحدث لنا في الفقه، كنت مهندسا أعطنا براعتك في بناء العمارات والقناطر، كنت طبيبا أظهر لنا براعتك في معالجة المرضى وفي العمليات الجراحية، كنت في أي تخصص، كنت ميكانيكيا أصلح للناس سياراتهم بالشكل الجيد، احترم تخصصك. هذا هو الذي يريد الإسلام أن يوصله للناس. أبو حامد الغزالي إذن ألف هذا الكتاب إلجام العوام عن الخوض عفوا في علم الكلام، عن الخوض في علم الكلام أي في العقائد وعلم التوحيد، لأن البعض كان يتحدث فيه عن غير دراية تماما كما هو الشأن اليوم. يأتيك الإنسان الأمي أو شبه الأمي ويتحدث لك في آيات الصفات وفي الألوهيات وفي السمعيات والغيبيات. ما مدى معرفتك؟ ماذا درست من كتب العقيدة حتى تناقش هذه القضايا؟ فجاء بعده محمد الغزالي عليه رحمة الله الذي توفي أخيرا، وهو الذي حكى هذا الكلام، فقال لقد قرأت أن أبا حامد الغزالي ألف كتابا سماه إلجام العوام عن الخوض في علم الكلام. قال محمد الغزالي فوددت أن أؤلف كتابا أسميه إلجام العوام عن الخوض في الحلال والحرام. نعم، لأن عندنا مشكلة اليوم، وهي أن الناس صاروا لا يحترمون تخصصا، صار الجميع يريد أن يتحدث في كل شيء. تأتيك المرأة العارية، المرأة السافرة، المرأة التي حتى إذا قلنا إنها تؤمن بالدين وبالإسلام أو كذا، لكن عندها نظرة مشوهة على الإسلام وتدعو إلى الاجتهاد وتقول لماذا لا نجتهد في فهم النص الديني. اتق الله يا فلانة، كيف تجتهدين في النص الديني؟ ما هي أدوات الاجتهاد في النص الديني؟ هل تمتلكين اللغة الكافية لفهم النص الديني؟ هل تمتلكين أسباب النزول والصحيح والضعيف من الأحاديث وفي القرآن؟ تعرفين خاصه وعامة ومطلقه ومقيدة ومحكمه ومتشابهة؟ ماذا درست في أحكام القرآن؟ ماذا تعرفين من علوم هذا القرآن؟ وتقول إنها تريد أن تجتهد في فهم النص الديني، أي بإمكانها هي أن تقرأ لنا جميع آيات القرآن طبعا وفق هواها، فما أعجبها فإنه مقبول، وما لم يعجبها أو لم يعجب أسيادها الذين ينقذونها بالمال من وراء البحار فإنه عندها مخالف للمواثيق الدولية فلا قيمة له. لذلك لا أجد أفضل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بدأته قبل قليل، عندما قال يحمل هذا العلم من كل خلف، أي من كل مجموعة من الناس أو مرحلة زمنية، أي في كل مرحلة زمنية هنالك علماء وهنالك فقهاء أثبات تستطيع أن تأخذ عنهم دينك وأنت مطمئن مرتاح البال. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، العدول الثقات، ليس المشبويين وليس الذين في بطونهم حرام، مال حرام، أخذوا مالا حراما من أجل أن يشوهوا للناس معتقدهم ومن أجل أن يشوشوا على الناس في دينهم،
لابد أن يكون العلماء عدولا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ماذا يا رسول الله يفعلون؟ ينفون عنه، أي هذا الدين مشكلته أو حاجته هي أنه محتاج إلى من يدفع عنه ثلاثة من الناس. إذا خل الدين من ثلاثة من الناس صفاء، وإذا تدخل هؤلاء الثلاثة أو أحدهم في دين الله فإنه سيشوه صورته وسيشوه سمعته وسيجعله عرضة للانتقاد والطعون. من هم هؤلاء الثلاثة يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ينفون، أي العلماء الأثبات ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء الثلاثة لاحظوهم، هؤلاء هم الذين تعاني منهم أمتنا اليوم. كل من تعاني منه الأمة اليوم أو من يعاني منه دين الله اليوم يدخل تحت واحد من هؤلاء الثلاثة. تحريف الغالين، الغالون جمع غال، ليس غال في قيمته وإنما من غلا يغلو غلوا، فهو غال بمعنى أنه تطرف وتشدد. التشدد، الغلو، بعض الناس يكفرون المجتمع، يكفرون الناس ويصلون إلى التفجير بعد التكفير، ويصلون إلى الحكم بالقتل على المجتمع، ويفجرون ويدمرون ويخربون. هذا هو هذا مقصد أو هذا نوع ونتيجة لهذا الفكر الذي بدأ به الخوارج في تاريخ هذه الأمة الإسلامية، حيث إنهم خرجوا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لمجرد أنه وقف من أجل أن يتصالح مع سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. كانت بينهما فتنة فأحب الناس أن يتصالحوا وأن يرفعوا الفتنة، لكن هؤلاء الغلاة الخوارج رفضوا الأمر، وآنئذ طعنوا حتى في علي رضي الله عنه، ناهيك عن طعنهم في معاوية رضوان الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فخرج هؤلاء الخوارج وصاروا يقاتلون الأمة، يبيتون لله ركعا سجدا ويظلون صائمين خلال اليوم، لكن الدماء عندهم كما قال عنهم الحسين بن علي رضوان الله عليهما وعليهما السلام، قال لهم: عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون دم المسلم، تقتلون المسلمين وتسألون عن حكم دم البعوض. جاءوا يسألون عن دم البعوضة إذا وقع في الثوب هل ينجسه، لكنهم عندما يقتلون الناس فالقتل عندهم شيء عادي. هؤلاء غلاة، بل وإن بعضهم كان قد ظهر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون النفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أي لا تزايدوا علي في الإيمان والطاعة، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء غلاة إذا ظهروا في المجتمعات الإسلامية من زمان، بل وفي كل مجتمع، حتى قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فأهل الكتاب أيضا فيهم غلو، وكان فيهم غلو وما زال فيهم الغلو أيضا. ثم الطائفة الثانية التي تعاني منها الأمة وهم المبطلون، ينفون عنه تحريف الغالين، لأن الغلاة يحرفون النصوص من أجل أن تأتي وفق ما يشتهون ووفق اجتهاداتهم وآرائهم الخاصة ويعتقدونها دينا. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. هنالك المبطلون، المبطلون الذين يريدون إبطال الشريعة، يريدون إبطال الدين، وهم الذين نتحدث عنهم دائما من هؤلاء الحداثيين والعلمانيين الذين يدعون إلى ترك الشريعة في المسجد، ويدعون جهارا نهارا إلى أن يحكم الناس بأحكام مدنية. وعندما تسمعون الأحكام المدنية في المجتمعات الإسلامية بالذات فإنهم يقصدون بها الأحكام التي لا يتدخل فيها الشرع،
ليست مقابل الأحكام العسكرية، وإنما يقصدون بها مقابل الأحكام التي تخرج وتنبع من الدين. هؤلاء المبطلون خطرون، كلهم خطر، الغلاة خطر، والمبطلون أيضا خطر. هؤلاء المبطلون يركزون على الشبهات، انتبهوا أيها الشباب، المبطلون يركزون على الشبهات، يأتونك ببعض الشبهات من خلال آيات في القرآن الكريم أو من خلال بعض الأحاديث النبوية، وهم لم يفهموا أصلا معناها. أداة الفهم الأولى لا يمتلكونها وهي اللغة العربية، ويأتيك أحدهم من أجل أن يناقشك في آية قرآنية أو في حديث نبوي شريف. بعض الشباب جاءوا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه طرح للمناقشة بين الطلبة، وهو حديث ابن مسعود في الصحيح، في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يروي ابن مسعود، يقول حدثنا الصادق المصدوق. لاحظ، ابن مسعود يقول الصادق المصدوق، وبعض الشباب يرون أن في هذا الحديث شيئا مما يمكن أن يطعن فيه. حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث رواه مسلم، حديث صحيح. عندما تناوله العلماء اختلف الأمر عن الوضع عندما تناوله الأغبياء. العلماء، علماء الأحياء، الأطباء الذين يعرفون الأجنة وطريقة تشكلها وكيف يتخلق الإنسان، وأنه في أسابيعه الست الأولى، في الأسابيع الستة الأولى يتشكل الإنسان، فيكون في هذه 40 يوما يكون نطفة وعلقة ومضغة، وبعد ذلك يتشكل الإنسان فيكسو الله عز وجل عظام الإنسان لحما كما جاء في سورة المؤمنون، ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. عندما تحدث العلماء المختصون في الآية والحديث استطاعوا أن يقنعوا عشرات من العلماء في جامعات بريطانيا وأوروبا بهذا الحديث وبما ورد فيه، فاقتنع العلماء بأنه لا يمكن أن يكون إلا وحيا، فاعتنقوا الإسلام. لكن عندما تناوله الذين في قلوبهم مرض، عندما تناوله الأغبياء من الملحدين، حتى لأن حتى الملحدون فيهم أغبياء وفيهم أذكياء، أحيانا الأذكياء منهم لا يتحدثون في موقف يهزمون فيه، وكل مواقفهم يهزمون فيها، إلا أن الهزيمة تختلف على حسب المجالات. فعندما تناولوا هؤلاء قالوا كيف أن الإنسان إذا كان معروفا كيف ستكون نتيجته، فلماذا سيعمل؟ هذه فكرة ليست جديدة أيها الشباب، هذه تناولها الملحدون منذ زمان، وتناولها الملحدون من زمان مصطفى محمود عليه رحمة الله، وقد كان ملحدا من كبار الملحدين في وقت عز الإلحاد، إذا كان له عز، عندما كانت الشيوعية تستقطب الناس في 60s and 50s and 70s من القرن الماضي، فكان مصطفى محمود عليه رحمة الله كان من هذا التيار، لكنه هداه الله إلى الإسلام ودخل في الإسلام من جديد لأنه من أصول مسلمة مصري، فاقتنع فعلا وصار يدافع عن الإسلام بدل ما كان يطعن في الإسلام، وهو نفسه كان يتحدث عن هذه القضية، والقضية ليس فيها ما يثير العجب أبدا، إنما الإشكال أن هؤلاء الملحدين يستعملون القياس في غير موضعه، لا قياس مع الفارق كما يقول العلماء. هؤلاء يظنون أن الله عز وجل كالخلق، فيقولون إذا كنت قد حكمت على فلان بأنك ستدخله السجن فما معنى أن تقول له اذهب واخرج إلى الشارع وقد أصدرت عليه الحكم؟
هذا قياس فاسد. الله عز وجل أعطى الإنسان حرية العمل فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، أعطاك حرية التصرف والاعتقاد فقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال لا إكراه في الدين، لكن علم الله عز وجل سابق في الأزل منذ أن خلق الله السماوات والأرض، بل قبل الخلق في كتاب من قبل أن نبرأها سجل الله عز وجل ما سيقع من فلان، وأن فلانا سيهتدي، وأن فلانا لن يقتنع مهما أتيته به من البينات. سبق في علم الله أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه سيهتدي إلى الحق بعد معاداة للإسلام وسيموت على الإسلام، وسبق في علم الله أن أبا جهل بن هشام مثلا لن يعتنق هذا الإسلام، ليس لأن الله تعالى قد وضع له حبلا في عنقه من أجل أن يكفر، وإنما أعطاه الله عز وجل حريته فقال وهديناه النجدين، قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، بل العكس حذره من طريق الإلحاد والشر. لكن لا ينفي هذا أن يسبق في علم الله عز وجل أن هذا الرجل سيبقى على كفره وأن هذا الرجل سيؤمن، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. نعم وقع هذا، بعض الناس عملوا بأعمال الإسلام نفاقا أو زورا أو شيء من الأشياء، لكنهم وقعت لهم شبهة أو وقع لهم ارتياب أو وقع لهم رأوا مصلحة مادية معينة فإذا بهم يقلبون. أما رأيتم الرجل في سوريا الآن المفتن يدعو الناس إلى الجهاد مع الطاغية مع الظلم مع العدوان؟ هذا نموذج للإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة في ظاهر الناس فيما يراه الناس، لكنه في الحقيقة واقف مع الظلم ومع الاستبداد والقتل والقهر. فهنالك من يعمل بهذا العمل، وربما شاهدتم أول أمس رجلا صينيا بلغ من الكبر عتيا وهو على فراش المرض وينطق بالشهادتين، ينطق بالشهادتين وقد قضى 90 عاما أو يزيد في الكفر. أما قرأتم قصة الصحابي رضوان الله عليه الذي اعتنق الإسلام فسمع الداعي يدعو إلى الجهاد فخرج وهو جنب واستشهد وهو جنب، فكانت الملائكة تغسله فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقالت له زوجته إنه اعتنق الإسلام وكان مسلما وتزوج لتوه وسمع داعي الجهاد فخرج، لم يكن لديه من الوقت ما يغتسل فيه فإذا به يخرج إلى الجهاد فيكون من الشهداء. هذا علم الله سبق. لماذا تفرض على الله أن لا يعلم المستقبل؟ لماذا تفرض على الله أن يكون مثلك أيها الإنسان فلا يطلع على ما سيقع؟ الله عز وجل خالق الخلق، عالم بما كان وبما يكون وبما سيكون حتى بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلم الله عز وجل محيط، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن فلذلك هؤلاء المبطلون، نعم أصناف، أو هؤلاء المبطلون يدعون إلى إبطال الشريعة وإلى إبطال الدين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وتأويل الجاهلين. تأويل الجاهلين، هؤلاء ليسوا غلاة متشددين في الدين وليسوا مبطلين يدعون إلى رفض الشريعة، بل العكس يتحدثون لك عن أنهم مجتهدون ومفكرون. جاء بعض الشباب يقول ماذا تقول في رجل يدعى عدنان إبراهيم أو عدنان، والعدنانون كثروا للأسف ومعظمهم في اتجاه واحد. الرجل لو تحدث في تخصصه لسمع. الرجل مهندس، كيف للمهندس أن يتحدث في الشريعة؟ ولكن الإعلام يزور على الناس، يكتب تحته المفكر الإسلامي. لماذا لا تقول المهندس المعماري فلان ابن فلان، أو تقول المهندس في الطرق أو المهندس في السيارات أو المهندس في مجال من المجالات؟ يسمونه مفكرا إسلاميا فيصير هو
وعلماء الأمة ومفكر الأمة سواء. ثم يأتي، أنا ما كنت قد سمعت بهذا الرجل من قبل، لكن عندما دخلت وشاهدت بعض المقاطع التي يناقشه فيها العلماء المتخصصون أدركت أن خيرا ما فعل بعضهم عندما انسحب من نقاشه، لأن الرجل لا يمتلك شيئا من العلم بالشريعة، ما درس في الأزهر ولا في كلية متخصصة إسلامية. الرجل درس الهندسة ثم يحشر نفسه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إذا جاء الحديث موافقا للقرآن قبلناه وإذا جاء مخالفا للقرآن رفضناه، حتى لو كان في البخاري ومسلم. من أنت حتى ترفض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في البخاري أو مسلم؟ جعلت نفسك أعلى من البخاري. البخاري الذي، ويأتي بعض الصحفيين يحاوره يقول له ربما لأن البخاري كان لا يعلم العربية فربما التبس، هذا شيء خطير. البخاري عليه رحمة الله قضى زهرة شبابه في ضبط اللغة العربية وأتقنها إتقانا أحسن من أصحابها، إن الذين خدموا العربية في معظمهم ما كانوا عربا في أول الإسلام، سيبويه ولا ابن جني ولا فلان ولا فلان، أناس من بلاد ما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا، من بلد البخاري، من طاجكستان وأوزبكستان وما كان يطلق عليه قديما ما وراء النهرين. هكذا كان العلماء. هل أنت تحتج الآن على لغة البخاري أو على لغة مسلم عليهما رحمة الله؟ نعم، البخاري ومسلم أعجميان، وكذلك النسائي وابن ماجة والترمذي إذا كنت لا تعلم هذا، ليسوا عربا، نعم، ولكنهم أدركوا العربية وأتقنوها حتى صاروا حجة فيها. هذا سيبويه نفسه قالوا إنه جاء يدرس الحديث فلحن في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له شيخه اذهب لتتعلم العربية أولا، فانقطع عن الحديث وذهب يدرس العربية حتى صار سيبويه شيخ النحو الذي تعرفونه جميعا، وإذا ذكر النحو ذكر سيبويه. فيأتيك هؤلاء، أنا لست أنا الذي يسميهم جهلاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتأويل الجاهلين، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هؤلاء جهال فعلا، جهال لا يعرفون شيئا، ما درسوا شيئا عن الحديث. لو قلت له أعطني ضوابط الحديث الصحيح والله لا يعرفها. علماء الأمة اجتهدوا ما لم تجتهده أمة من الأمم عبر المعمور، ليست هنالك أمة اجتهدت في ضبط الأخبار، وأتحدى كما فعلت هذه الأمة الإسلامية. تحدث للفرنسيين عن التاريخ أو لليابانيين أو لأية أمة من الأمم، سيأتونك بالأخبار يقولون وقع هذا في زمان كذا، أعطني سلسلة السند التي تروي هذا، ليست لدينا هذا تاريخ. فهو يظن أن الحديث وقع له ما وقع للتاريخ. الحديث كما قال عبد الله بن المبارك عندما قيل له إن من الناس من يدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى لها الجهابذة. ونعم انطلق الجهابذة، سفيان بن عيينة وسفيان بن معين ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وعلماء الحديث كلهم انطلقوا للحديث وسهروا الليالي من أجل ألا يسجل الحديث الصحيح إلا إذا استوفى ضوابط شديدة جدا، شديدة جدا، من خلال الضبط ومن خلال العدالة ومن خلال صحة السند ومن خلال عدم الشذوذ وعدم العلة، وهذه الشروط المعروفة في علم الحديث. يأتيك رجل مهندس ليقول لك أنا أقبل هذا الحديث لأني أرى أنه يوافق القرآن وأرفض هذا الحديث لأنه لا يتوافق مع القرآن، من أنت؟ إذا صرنا نعرض الأحاديث على أهوائنا واجتهاداتنا هكذا دون معايير علمية دقيقة، يعني فلا معنى له. لو جاء الفقيه وقال لكم أيها الناس دعوني أجري العملية الجراحية لهذا المريض، فقيه عالم، ويأتي إلى المستشفى والأطباء متحلقون حول مريض لإجراء عملية جراحية معقدة، فيأتي الفقيه فيقول دعوني أنا أجري العملية، هل يقبل منه ذلك؟ طبعا لا. لو جاء الفقيه إلى قنطرة تبنى أو عمارة فقال للمهندس دعك أيها المهندس أنت لا تعرف، أنا سأعطيك المقاييس للإسمنت والحديد والحجارة، لاعتبر أحمق. كذلك أيضا
من يتدخل في الكتاب والسنة ومن يتدخل في الشريعة ولا يمتلك أدواتها فإنه جاهل أحمق، جاهل بتعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمق بتعبير عصرنا اليوم، لأنه يتحدث فيما لا يحسن. فلذلك أيها الشباب، كما قال سلف الأمة، إن هذا الأمر دين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم، لكم أن تسمعوا ما يقال وما يروج، لكن اعرضوا ما يقال على علماء الأمة وعلى أساتذتكم في الجامعات، من أجل أن ينوروكم ومن أجل أن يوضحوا لكم هذه الشبهات التي ربما انطلت على البعض، فربما إذا لم يكن محصنا تحصينا شديدا وصلت به إلى الكفر والإلحاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فادعوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، قبل الختم أريد أن أشير إشارتين خفيفتين. الأولى إلى استمرار هذه العملية الجميلة التطوعية من التبرع بالدم، هذا الدم الذي هو من معجزات الخالق سبحانه، حيث إن البشر استطاعوا الآن أن يصنعوا أشياء كثيرة، استطاعوا أن يصنعوا قلبا اصطناعيا، واستطاعوا أن يصفوا الدم بدلا من الكلي التي تصفي هذا الدم، واستطاعوا أن يصنعوا أطرافا صناعية من الأيدي والأرجل، واستطاعوا أشياء كثيرة. لكن حكمة الله عز وجل أن الخلق إلى الآن من أمريكانهم إلى يابانيهم ما استطاعوا أن يصنعوا قطرة دم واحدة، والطريقة الواحدة لإنقاذ المحتاجين لهذا الدم هي أن يعطي الإنسان لأخيه الإنسان من هذا الدم، بل وبفصائل مختلفة، وهذا في ذاته لو درستموه لوجدتم فيه إعجازا ربانيا للخالق سبحانه وتعالى، حيث إن الدم أيضا فيه بصمة إنسانية بشرية يشترك فيها كثير من الناس، ولكن يختلفون في أشياء أخرى منها. لذلك نحن عندنا آية قرآنية، لو أننا وعينا الناس، أنا السؤال الذي أريد طرحه هنا هو: لماذا نبعد الإسلام عن توجيه الناس في مثل هذه المجالات؟ لماذا نتحدث عن مشاكل الناس في الزواج والطلاق وفي قضايا الناس في القنوات الإعلامية، لكن يحرص القائمون عليها أن يغيبوا الموقف الشرعي؟ لماذا؟ أليس المغاربة مسلمين؟ أليس لديهم فقهاء وعلماء؟ لماذا تذاع برامج تلفزيونية وإذاعية وتوعوية يحضر فيها الأطباء ويحضر فيها الفنانون ويحضر فيها الحقوقيون ويحضر فيها الجميع حتى غير المتخصصين، لكن المتدين بالذات أو العالم بالذات هو الذي لا يظهر في مثل هذه المواقع؟ هذا يطرح إذن تساؤلا، أن هنالك قصدا لإقصاء أصحاب الشرع والدين من المجال العمومي في الإعلام. لذلك فنحن في قضية التبرع بالدم ندرك جميعا ويدرك الناس جميعا أننا في رمضان نتبرع أكثر بكثير من غير رمضان، مع أننا صائمون. لماذا؟ إذن القضية لأن الدين يوجه. لو أننا في مسجد كهذا أقمنا مثلا حملة للتبرع، أعتقد أننا سنخرج بأكثر من 200 أو 300 متبرع بتوجيه الدين، لأن عندنا آيات تحث على ذلك، ولأن عندنا أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت تستطيع أن تحيي النفس البشرية، بل إنه بدمك أنت، بتبرعك بأقل من نصف لتر من الدم، تستطيع أن تنقذ بإذن الله 3 من الناس، خاصة وعندنا حوادث المرور، وعندنا الحوامل اللي احتجنا أحيانا إلى الدم، وعندنا أصحاب العمليات وأصحاب القصور الكلوي، وعندنا من الناس الكثير، بل وأنت نفسك يمكن أيضا أن تحتاج إلى هذا الدم. لذلك الإسلام يدعونا إلى عمل كهذا، ويدعونا إلى أن نتصدق وأن نعتبره زكاة،
لا تعتبروه مجرد، لأن كلمة تبرع هكذا في الحقيقة لا تفي بالغرض، وكأن إنسانا فضل عليه شيء فأعطاه لإنسان آخر. نحن من المنطلق الشرعي نتبرع بدمنا ونعطي دمنا، لكننا نتصدق به، فهو صدقة وزكاة لبدنك، يطهر الله عز وجل به بدنك، ونبتغي به الأجر من الله عز وجل أولا، ثم إنقاذ المحتاجين، لأن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهل هنالك كربة أكبر من أن يأتي المريض إلى المستشفى فلا يجد دما وهو في حادثة سير يحتاج لإنقاذ روحه إلى شيء من الدم؟ لذلك فمطلوب في حق كل مسلم أن يعطي ويتصدق بجزء من دمه ويبتغي الأجر من الله. والتنبيه الثاني هو أن التسجيل للحج سيبدأ في الأسبوع المقبل بحول الله تعالى، أي لحج السنة القادمة وليس هذه السنة، سيبدأ التسجيل ابتداء من الاثنين المقبل بحول الله تعالى لمن أراد أن يتقدم لهذا العمل، من أجل أيضا أن نعطي درسا للآخرين. بعض الناس يقولون لقد تسجلت مرة ومرتين فلا معنى لأن أتسجل، لا، أنا أرجو أن يتسجل كل من في قلبه رغبة لأداء الحج، حتى لو تسجلت 400,000 أو 500,000 وسيأخذون منهم 30,000 فهذا شيء جيد، لأنه سيعطي درسا للملحدين وللمبغضين للدين على أن هذه الأمة متمسكة بدينها، وأنها متمسكة بشعائرها، متمسكة بعقيدتها وبصلاتها وبصومها وبزكاتها وبحجها. فأرجو الله تعالى أن يتقبل الجميع، أرجو الله تعالى أن يوفق الجميع لحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وعمل متقبل مأجور غير مأزور. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم رد بشبابنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أزل عنهم حجب الشبهات وأزل عنهم حجب الشهوات، واحفظ شبابنا في دينهم، واحفظهم في عقيدتهم، واحفظهم في إيمانهم. اللهم علمهم ما ينفعهم وانفعهم بما تعلمهم، وزدهم علما وإيمانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين في كل مكان، نسألك اللهم أن تمكن لشريعتك في بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم مكن للشريعة رغم الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه، أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.